بوسيكا اليوم كتخرج من البلوكاج بانتخاب مكتب مديري جديد وبانتخاب رأي جديد. أتوجه بالتحية والشكر والامتنان لإخواني المنخرطين اللي وضعوا فيها الثقة. أنا اليوم رئيس الفريق الأولمبيك خريبكا، رئيس لجميع المنخرطين. أنا اليوم الخصم ديالي هو القسم الثاني، العدو ديالي هو الفشل. أنا اليوم كنبحث كيفاش نرد لوسيكا المكان الطبيعي ديالها باش أنها تكون في المراتب المتقدمة، بأن ما تتخبطش في هذه المشاكل اللي كتخبط فيها اليوم. كنبغي نشكر السير حاج رحال السلاك عاليا اللي انسحب واللي عمل فيا الثقة ديالو لا هو لا الإخوان ديالو. كنبغي نشكر جميع المنخرطين اللي ضعوا فينا الثقة. إن شاء الله هذا وقت الخدمة ماشي وقت الكلام، باش نطلقوا ابتداء من اليوم إن شاء الله بإذن الله باش نخدموا باش أننا نخرجوا الفرقة من ما هي عليه. شنو كانت صعيبه للرئيس ديال الاولمبيك خريجا؟ كانت صعيبه بعد ثلاثه الجمعات العام. اليوم هذا التمرين ديمقراطي. صناديق الاقتراع اختارت رئيسا جديدا ولائحه جديده ومكتب مديري جديد، وبالتالي هذا التمرين الديمقراطي كنشوفوه قليل في بعض الفرق الاخرى المغربيه، وبالتالي نحن نعتز كثيرا بهذا الشيء اللي حققناه اليوم. وانا سعيد جدا متاثر جدا لانني اليوم راس فريق عنده 100 سنه من ليكزيستونس، راس فريق اللي سميته سابقه، وبالتالي ما نسمحش لنا بالخطا والمسؤوليه جسيمه جدا واعين بها، وان شاء الله حنا قدها. جماهير فريق اولمبيك خريبكا محتاجين لكم اليوم. جماهير فريق اولمبيك خريبكا الفرقه كتعرفوا المرتبه اللي كتحتلها، وقوفكم معنا وصبركم علينا وصبركم على الاطقم التقنيه وعلى اللاعبين وصبركم على هذا المكتب المديري الجديد غيجيب نتائج. صبروا معنا، حنا ان شاء الله غادي نديروا اللازم وغنديروا اللازم وغنديروا اللازم باش ان الفرقه تخرج من هذه الوضعيه اللي فيها اليوم. افكار مشتته ولكن البرنامج واضح، المشروع واضح، اخراج لوسيكا من الوضع اللي عليه، الرفع ديالها للمراتب المتقدمه، المانتيه هذا العام ان شاء الله باذن الله، والخير امام.